أنا لا أتكلم يعني حقيقة ولا حتى في خلل. إحنا عرضنا إسهام لبلوغ أهداف مشتركة بيننا وبين الخمس دول المنضوية تحت لواء البريكس. العرض الإسهام هذا لم نتمكن من الوفاء به. موقف لهذه الدول كما قلت هي دول صديقة وحليفة كلهم، يعني حتى البرازيل اللي نشأنا كيما انت نقرأ، يعني البرازيل تعرف يعني لما تروح للبرازيل الشأن تاع الجزائر، لأن وقت الدكتاتوريات العسكرية اللاجئين البرازيليين كانوا هنا في الجزائر، شأنهم شأن الشيليين والليرغويين يعني، فبالتالي ما فيش عداوة. هذا عمل دبلوماسي. الجزائر شافت قال والله أنا عندي أطر انتشار سياستي الخارجية، نضيف لها إطار آخر البريكس. ما حصلش البريكس، احنا رانا ماضيين في الخيارات، راني ماشيين ننضموا للبنك، البنك التنمية الجديد، رايحين ندخلوا في منظمة شنغاي، رانا عندنا كذلك مساهمة في رأس مال، هذه ماذا الجزائريين ما يعرفوها شو نقولها لهم، بنك شنغاي للاستثمارات في الهياكل القاعدية، احنا مشاركين فيه. يعني رئيس الجمهورية قام بتحويل محور من محاور السياسة الخارجية نحو آسيا الوسطى وآسيا، المستقبل هناك. فبالتالي البريكس ظاهرة عابرة، الأساس يزال قائم، الخيارات الكبرى لازالت قائمة، والأطر للحفاظ عليها لازالت قائمة. هذا هو يعني لما نخرج من التعامل مع البريكس كخسارة في مباراة، ولا لا، يعني لما نرجع للأساسيات، الجزائر لازالت لها كل الأطر الكافية للقيام بالدفاع عن مصالحها ومصالحها الدبلوماسية، مصالحها السياسية، مصالحها الاستراتيجية، مصالحها الاقتصادية، وخصوصا في هذا التوجه الجديد نحو آسيا الوسطى وآسيا. البريكس لم يغير أي شيء في هذه التوجهات وفي قدرتنا على الدفاع على مصالحنا داخل هذا التوجه الجديد الذي قرره رئيس الجمهورية.